مؤسسة توحيد للإغاثة والتنمية تقوم في توزيع الحصص الغذائية على مجاهدي لواء التوحيد المرابطين في حلب القديمة قطاع السبب أحرات. كل الشكر للأخوة في جمعية الإغاثة بلا حدود. اليوم الرابع عشر من رمضان 2013 23/7. كل الشكر للأخوة لمن جمعية إغاثة بلا حدود مؤسسة توحيد الإغاثة والتنمية. تشكر الأخوة في جمعية الإغاثة بلا حدود. أخوي حط هون وبعدين توزيع الحصص الغذائية على المجاهدين في حلب القديمة قطاع سبب أحرات.